السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. انا سامي متنبي، مزداد بتاريخ 1993 شهر 12 نهار 19. انا كنت خدام في سيكوريتي، كنت خدام في سيكوريتي بلا اوراق، اذا بلا ولا غير نوار. غير فاش شديت الروبو كنت راكب مع واحد الدري في موتور، دايرين داكشي ديال الاشغال وسط الشانطي. حنا تخشينا، كان ظلام وداكشي، تخشينا في الموتور في داك السور، كان دايرين السور وسط الشانطي. كنت راكب انا موتور مورا الدري، راكب مورا. جاتني شويه اعاقه من الفخذ ديالي والركبه ديالي، تشتت لي الركبه والفخذ ديالي تهرس لي، عندي تروا كاسي في الرجل هادي. الحمد لله داز بخير، درت العمليه، مشيت للسبيطار موراها خرجت من لاميتيال، ما بقيتش كنستافد من لاميتيال حيت الوالد كان في لارمي الله يرحمه. موراها صافي درت العمليه، هي هذيك خاصني الترويض، الترويض ما عنديش امكانيات باش ندير الترويض، انا غير كاري ودير غير غارديان في واحد البنكه، كنخدم غير الصباحات، كتصور ديك 30 درهم 40 درهم باش كتاكل. المهم انا خاصني الترويض، خاصني مازال خاصني نمشي عند الطبيب ديالي، خاصني نحيد الحديد، خاصني شحال من حاجه. الوالد ديالي متوفي، الوالده ديالي باقا حيه، الوالده ديالي مريحه مع واحد الناس في العروبيه، انا كاري هنايا بيت باقي هاد الشهر اللي فات ما خلصوش، كيتساني الكرا وعندي ازمه شويه، عندي الترويض خاصني ندير الترويض. رجلي ديالي ما كتناش ليا، كنلقى صعوبه في الثقل ديالي، كنبغي نهز الثقل ما كنقدرش نهز الثقل، كنتمشى بزاف، كنتمشى عليها بزاف، كنعطيها التحركات بزاف، وانا خاصني نعطيها غير الراحه والترويض، حيت ما عنديش امكانيات باش غادي تخرج غتبقى في الدار وانت ما عندكش ما تاكل وما عندك مش ضروري، خاصك تمشي دير غارديان باش تدبر على راسك هادشي اللي كاين. حيت غارديان 30 درهم 40 درهم ما دايره لك والو، يلا تتاكل بها، ما غديرش لك الترويض، ما غتشوفش لك طبيب، فهمتيني هادشي اللي كاين. كنطلب من المحسنين يتعاونوا معايا الله يجازيهم بخير، وكنطلب من الجاليه المغربيه يتعاون معايا خارج البلدان او داخل، يتعاونوا معايا يشوفوا لي شي طبيب ندير الترويض، ترجع لي غير الصحه ديالي وانا نخدم فهمتيني، ونخلص الكره ديالي وفهمتيني، كنت انا حيت الصحه انا مشات لك صافي، ما عنديش كيفاش دير تحول.